إذا نتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من قطاع غزة، ونلاحظ رشقات جديدة من الصواريخ التي تقوم بإطلاقها فصائل المقاومة باتجاه إسرائيل، حيث كان هناك رشقات وإطلاق للصواريخ خلال النهار، تركزت عند الساعة 9 بالتوقيت المحلي بإطلاق رشقات كثيفة من الصواريخ باتجاه إسرائيل إلى بلدات الغلاف. وأيضا نذكر بأن هناك صواريخ بعيدة المدى كانت قد وصلت بالأمس إلى حيفا واليوم إلى الجليل، وأيضا إلى القيادة الإسرائيلية الشمالية بصاروخ عياش من طراز 250 الأبعد في مداه بين الصواريخ التي تم إطلاقها.